عندي سؤالين. سل السؤال الأول، أنا قرأت في كتب التجويد أن القراءة بالتجويد يعني واجبة وكده، وإن نقرأ على أقل الأحوال أن تراها، فرأي حضرتكم في الموضوع ده؟ السؤال الثاني برضه عشان أخلص، الضوضاء الضوئية في القرآن هل هي صح؟ ها صلاة ايه؟ الضوضاء الضوئية اللي هو الوضوء مثلا أو الضالين كده يعني، هل ده يصح في انت القرآن؟ بتسميها الصلاة الضائية؟ الضاد الضائية، الضادية؟ الضاد الضادية؟ لا اللي هي إذا سيبنا إن الإنسان يقول على الضاد الضائية زي الوضوء مثلا عند الضاد الضائية. الله يوفقك. أقول له بالله تعالى التوفيق. أما التجويد فأهله يقولون التجويد واجب، وحجتهم قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. أما من معاني رتل القرآن ترتيلا، بينه تبيينا ووضحه إيضاحا، هذا المعنى. أما هل تتصور أن الأعرابي الذي كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البادية، هل كان يعرف التجويد والغنة والقلقلة ولغات الأعراب متعددة، ويعرف المد العارض للسكون والمد المتصل الواجب والمنفصل الجائز؟ لا أظن ذلك، لا أظن ذلك، بارك الله فيك. فالشاهد من هذا الباب أختار القول بأن التجويد مستحب لا يجب. وقد يستأنس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه عليه شاق له أجران، والله أعلم. أما سؤالك الثاني ما هو؟ حكم الضاد الضائية اللي هو الضاد اللي شبه اللي هو الضالين مثلا، ولا الضالين أظنها لغة أقوام وهو متحملة، وأهل التجويد أظن عندهم الأمر واسع في هذا الباب، والحافظ ابن كثير له كلمات في الأحرف متقاربة الحروف متقاربة المخارج من ناحية التجويز، والله أعلم. جزاك الله خير. الله يكرمك.